qui ont pu accéder à cette معدل الحاصلين على معدل أكبر أو يساوي من 5.86%. بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، نسبة الحاصلين على معدل أكبر أو يساوي من 10 تقريبا 69%. بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي 60.3%. هذه النتائج يعني نستطيع القول لحد الساعة أنها مقبولة أو إيجابية. إيجابية بالنسبة مقارنة، ولاحظت بأن النتائج هذه مقارنة بالسنوات السابقة، إذا هناك ارتفاع إلى حد بعض المستويات. لاحظت في السنة الثانية ثانوي والثالثة ثانوي هناك نسب أكبر من السنوات الماضية. ربما بطبيعة الحال فعلا نحن نفكر في أنه ربما هذا النظام التمدرس المبني على أولا التفويش وكذلك على التناوب يستحق الدراسة.